الكرة بقى عمل احتفالية لدارسي دبلومة التدريب والرخصة ايه من الكاف يوم الثلاث الماضي، والحقيقة ان القائمة شهدت العديد من الأسماء الرائعة، على رأسهم طبعا أبناء النادي الأهلي من أبرز الحاصلين على الرخصة ايه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وكابتن وليد سليمان نائب رئيس القطاع، ونجوم زي الكابتن عماد النحاس والكابتن علي ماهر والكابتن عادل مصطفى والكابتن وائل رياض والكابتن طارق سليمان، وكمان لأول مرة في تاريخ مصر عنصر نسائي هو الكابتن أميرة يوسف المدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم النسائية حصلت أيضا على الرخصة ايه. دي شيء مهم جدا ان انت بتبقى بتعمل مؤهلات للمدربين عندك ودراسات تأهلهم ان هم يشتغلوا في اي حتة سواء في مصر او بره مصر، ده شيء مهم جدا. الرخصة ايه دي البداية، لكن كمان نتمنى ان احنا نبدأ الرخصة بي والرخصة سي، الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة عشان يبقى عندك ناس تشتغل على نفسها. الدكتورة دينا الرفاعي زي ما حضراتكم شايفين بتبارك لهم، لأول مرة في تاريخ مصر كوادر نسائية تدريبية حاصلة على الرخصة ايه من الكاف، يعني الحاجات دي مهمة. بقى عندك عناصر نسائية اهي ممكن تشيل بيهم فرق دلوقتي نسائية جديدة، بقى عندك ناس معاهم الشهادة ايه، نكمل بقى. لازم يبقى في استمرارية في الدراسات دي مهمة جدا، وزي ما حضراتكم عارفين ان دلوقتي مفيش مكان في العالم مفيهوش حد بيشتغل من غير ما يكون دارس، مش دارس بس، يكون معاه مؤهل كمان. مفيش حد بيشتغل في العالم من غير مؤهل. ليه؟ لان خلاص الكرة بقت علم، الرياضة كلها بقت علم، كل الناس دلوقتي لو انت معاكش مؤهل مش هتشتغل لا في اسيا ولا في اوروبا ولا في اي حتة. اتحاد الكرة من الموسم اللي جاي هيقرر ان اقل مدير فني على الاقل يكون معاه الرخصة ايه، ده من الموسم القادم. يعني مفيش مدرب هيشتغل في الدوري المصري الممتاز السنة الجاية ما عندوش الرخصة ايه، فبالتالي هتتكرر الدراسة بتاعت الرخصة ايه دي تاني، ولازم يبقى فيه بي وسي، لازم بقية الرخص كلها لازم تبقى موجودة، لان لحد البرو لازم تتعمل في مصر، خلي بالكم لازم يبقى فيه ناس بروفيشنال في مصر، لازم. يعني دي بداية ان انت تطلع مدربين تحترف في اماكن كويسة، دي البداية خلي بالك. ولازم كمان تركز ان انت يبقى عندك كوادر فنية في مجال الكرة، خلي بالك دلوقتي مش شرط المدرب بس اللي ياخد مؤهلات، ما كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان لسه مش مدربين بس خدوا الشهادة ايه، هم بيشتغلوا على نفسهم، لازم يبقى على دراية بكل شيء في الملعب سواء كمدرب او كلاعب او كداري، كل الناس لازم يبقى معاها مؤهلات، ولازم تعمل مؤهلات للاداريين، ولازم تعمل على فكرة الوكلاء بره وكلاء اللاعبين ليهم مؤهل بيتاخد من فيفا، مش اي حد ينفع يشتغل وكيل لاعبين. يعني من شهر 10 اللي جاي الفيفا هيبقى لازم عشان تشتغل وكيل لاعبين لازم يبقى معاك رخصه، من شهر 10 اللي جاي هتدخل امتحان ولما تنجح فيه ينفع يبقى اسمك وكيل لاعبين، ما نجحتش فيه مش هتنفع تبقى وكيل لاعبين. شوف دي بقى لما تحصل في مصر هنا هيبقى في ناس كتير جدا مش هينفع تبقى وكيل لاعبين، فانت لازم تبقى بتاهلهم عشان يبقى في وكيل لاعبين مصري، زي ما يبقى في مدرب مصري، زي ما يبقى في انت الكوادر عندك لازم تاهلها بمؤهلات ورقيه، يعني لازم يبقى معاه مؤهل ان هو حاصل على رخصة تدريب، مؤهل ان هو حاصل على رخصة وكالة، مؤهل ان هو حاصل على رخصة ادارة، رخصة تسويق رياضي. في مصر هنا في مصر انا اعرف ناس كتير جدا دارسة تسويق رياضي من بره، طب ليه ما نعملهمش الحاجات دي هنا؟ ما دي حاجات مهمة وحاجات هتضيف، خلي بالك حاجات هتضيف كتير جدا للرياضة في مصر. ما انت لما يبقى عندك واحد دارس تسويق رياضي صح ممكن تستخدمه في ان انت تعمل منتج دوري مصري تسوق له صح، لما يبقى عندك واحد بدأ وتدرج ان هو ياخد الرخصة سي ثم الرخصة بي ثم الرخصة اي ثم البروفيشنال، انت كده يا باشا جهزت واحد يبقى مدير فني محترم، وجهزت واحد مر بخبرات ودرس كويس فبالتالي بقى مدرب كويس. انما احنا هنا ايه تقييمك لان انت تمسك واحد مدرب منتخب؟ مفيش، لان انت ما بتبصش للمؤهل بتاعه. ايه تقييمك لان انت تمسك واحد فرقة براعم مثلا؟ مفيش برضه، لان انت ما تعرفش ده يعرف يشتغل مع الناس ولا لا. لو هو دارس بقى ومعاه مؤهل يقول لك والله انا معايا مؤهل اهو، المؤهل بتاعي ده يؤهلني ان انا ادرب البراعم، المؤهل ده بتاعي يؤهلني ان انا ادرب الفريق الاول، ده يخليني ادرب في الدوري الممتاز، ده ما يخلينيش ادرب في الدوري الممتاز. فبالتالي احنا لازم ندرس ان انت تشتغل على فكره المؤهلات دي في كل المجالات الخاصه بالكوره مش بس التدريب.